السلام عليكم. بهذا المقطع راح اعلمكم شلون تكتبون اللغة العربية بهذا الشكل، لغة عربية صحيحة بلعبة جينشن. وايضا لو عندك مشكلة انه لا تضغط هنا ما قاعد يقدر يكتب، وهذه المشكلة بس بالهاتف، راح اعلمكم شلون تحلوها. فيه خلونا نبدي. طبعا اول شيء كلنا نعرف اذا اجينا نكتب باللغة العربية، مثلا اذا اجينا هيك نريد نكتب باللغة العربية، مثلا نكتب السلام عليكم ونرسلها، تشوفون شلون ارسلت. اول شيء هذا موقع راح تلقون رابطه بالوصف، تدخلون عليه وهذا هو الموقع. هنا تجي تريد تكتب الشغله اللي تريدها، مثلا نكتب السلام عليكم، وتجي تنسخها من هنا، تجي تعطيها نسخ وترجع للعبه، ترجع للعبه هنا وتجي تلصقها، راح تشوف ان كتبت بشكل صحيح. طبعا لا انت بالجوال تلعب اللعبه، تقدر تفتحها كنافذه او تفتح نافذه صغيره وتقعد تنسخ الشغله وتكتب الشغله اللي تريدها. نجي ثاني مشكله نواجهها باللعبه ويواجهوها اصحاب الموبايلات، اللي يجي يضغط هنا ما يقدر يكتب. طبعا حل المشكله يصير يضغط هنا راح تطلع له هي الكتابه، ويضغط هنا بالضبط، لا يشوفون مكان الماوس، يضغط بهذا المكان وراح يقدر يكتب. والمشكلة بكل بساطة لأنه أنت جهازك باللغة العربية، إذا تريد تحل المشكلة من الآخر تقدر تحول جهازك للغة الإنجليزية وراح تقدر تكتب من هذا المكان. طبعا وعدت البث المباشر أو كانوا بالبث المباشر أنه ننزل لهم هذا المقطع، إن شاء الله ما تأخرت عليكم. فيه هنا وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسى لايك والاشتراك بالقناة، ومع السلامة.